أنا سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة للمشاركة في الاجتماع 22 لأصحاب السمو المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون، وذلك عن طريق الاتصال المرئي لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اجتماع وكلاء وزراء البيئة والمعنية بتعزيز التعاون في كافة الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة في ظل جائحة كورونا. ونقل سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة خلال الاجتماع تحيات سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة وتمنيات سموه لهذا الاجتماع بالنجاح والخروج بأفضل النتائج، كما نقل سموه تهنئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إلى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بثقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لقيادة الأمانة العامة، ومؤكدا أهمية الإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك للمجلس والتي تهدف لتحقيق تطلعات مواطني المجلس، متمنيا سموه لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله. وأشاد سموه بما توصل إليه أصحاب السمو المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون من قرارات وتوصيات بناءة ولجهودهم المشهودة والمقدرة والتي تسهم في النهوض بمسيرة العمل البيئي المشترك نحو مستقبل مستدام لأوطاننا. وقد أقر أصحاب السمو المعالي خلال الاجتماع جملة من المواضيع والتوصيات المتعلقة بالتحديات العالمية التي تواجهها البيئة، ومنها دول مجلس التعاون، وكذلك التطورات التي تشهدها مجالات التنمية المستدامة والمتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل البيئي المشترك ومتابعة الخطط التشغيلية الاستراتيجية البيئية لدول المجلس وتطوير البوابة البيئية الخليجية والإجراءات التي ستتخذ في المرحلة التي ستتبع مواجهة جائحة كورونا. كما اعتمد الاجتماع التوصيات المتعلقة باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنيها الطبيعية والتعاون الدولي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة وتنميتها بطرق مستدامة وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطوير العمل البيئي المشترك لدول المجلس لتعزيز برامج حماية البيئة ومواردها الطبيعية. في ختام الاجتماع عبر سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عن شكره وتقديره لمعالي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة الحالية على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال ترأسها للدورة الحالية لشؤون البيئة، ولكافة ممثلي اللجان والعاملين في الأمانة العامة على تعاونهم المستمر لدفع مسيرة العمل الخليجي نحو التكامل المنشود. أعرب سموه عن تشرف مملكة البحرين باستضافة اجتماعات أصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون واجتماعات اللجان المختصة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخليجية البيئية خلال الدورة القادمة والمؤمل عقدها في مملكة البحرين بإذن الله.